الفاتحة تمنع غضب الله، سورة ياسين تمنع عطش يوم القيامة، سورة الكافرون تمنع الكفر عند الموت، سورة الإخلاص تمنع النفاق، سورة الفلق تمنع الحسد، سورة الناس تمنع الوسواس. إذا شعرت في ثقل أو بثقل في نشر الرسالة فإن ذنوبك هي التي أثقلتها، فلا تترددي في نشر هذه الرسالة لعلها تكون سبب في دخولك ودخول الجنة.